أرحب بيكم أهلاً وسهلاً. والحقيقة وجودكم معنا في مؤتمر شباب العالم ده صورة مشرفة جداً جداً لينا وللمؤتمر، وبتعكس حالة من التكامل بين مصر وما بين دول العالم كلها. وخلينا أكلمكم على أن إحنا في مصر كنا من الدول مش هقول القليلة، ولكن من الدول اللي كانت لها سبق في الاشتراك في المنظمات المختلفة، بدءا من الأمم المتحدة والجامعة العربية يمكن، وأيضا الاتحاد الإفريقي وباقي المنظمات زي ما زملائي يتكلموا في أثناء حوارهم. خليني أقول لكم على حاجة بالنسبة للمنظمات اللي إحنا في مصر لنا ثوابت في أن إحنا نعزز ونؤكد على التعاون بين مصر وما بين هذه المؤسسات وهذه المنظمات. وخلينا أقول لكم ان احنا ما تعاملناش ابدا غير بانفتاح شديد. احنا كنا عايزين نتعلم، عايزين نستفيد من الخبرات الكبيره جدا الفنيه اللي موجوده لدى المنظمات المختلفه. وهتكلم يعني يمكن على امثله واضحه وواصله لينا كلنا.